FM كلام القلب مع طارق الحناشي على FM أحلى راديو. FM أحلى راديو، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، السلام عليكم للسي الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا. هذا موعد جديد من كلام القلب من توا حتى الثمانية متاع العشرة، من ثمانية حتى العشرة متاع الليل يوم الاثنين 11 جويلية 2022. تنجموا تتابعونا على شين يوتيوب EFM TV ولا الباج فيسبوك راديو EFM. كلام القلب الأسبوع الثاني، وشكرا للتفاعلات متاعكم اللي فاقت توقعاتنا في الأسبوع الأول للحصة، الحصة اللي يتكلم فيها القلب ويكبل العقل قليلا مدة، يعني الاتصال القلب اللي ما يسألش. سمعنا حكاياتكم وتأكدت أنه القلب ما يسألش، برشا حكايات سمعناهم وبرشا قصص في الأسبوع الأول، وتأكدنا أنه في برشا قصص القلب ما يسألش، خاصة في موضوعنا لليوم، الحب رغم فارق العمر. فارق العمر، هل عرقل علاقتك مع الشخص اللي تحبه، ولا بالعكس كان هو عامل إيجابي وزاد خلى علاقتك تكلل بالنجاح والسعادة مع الطرف الآخر، مع المحبوب؟ برشا يعتبروا أنه كي نكبروا التوافق في العمر يصبح هو أهم شيء، هو الشيء الأساسي باش تكون الحياة سعيدة لأي علاقة، خاطرنا نلوجوا على شخص قادر على الاهتمام والتفاهم. يعني أثمن ما يمكن أن تهبه لأحدهم أن تفهمه، هذه رؤية بعض الناس. يعني لو كان الفارق كبير صعب يفهموا وجيعة بعضهم. البعض الآخر يرى أنه فارق العمر يعاون أكثر، واحد يكون مليء بالطاقة بالإنرجي بحب الحياة مازال يحب يكتشف، والآخر يتمتع بالنضج والحكمة الكافية اللي تخلي الزوز أطراف يعملوا يعني مزيج ناجح، وكل كوكتيل يعني متوافق. يعني شخص يكون حالم، شخص مازال يحب يكتشف برشا حاجات في الدنيا، والآخر يبدأ عنده الرصانة والحكمة ويبدأ سابق الآخر بأيام بخطوات، يعني أي غلطة أي مشية مش في بلاصتها يرجعوا للمكان الصحيح. دونك الحب رغم فارق السن هو موضوعنا اليوم اللي نستناو التجارب متاعكم، انت اللي تسمع فيا في الكرهبة وقاعد تسوق، ولا اللي بحذا اللي قاعد يسوق، ولا انت اللي في داركم توا تسمع في الراديو ولا حتى تليفون عشان يوتيوب ولا الباج فيسبوك ولا في أي بلاصة تسمع في الراديو، كان عشت تجربة أو قصة حب لها علاقة بفارق السن، انت كنت اكبر من المحبوب ولا انت كنت اصغر برشا من المحبوب، ولا كنت انت المحبوب في القصة وما بدلتش الطرف الاخر الحب، شخص الاخر كان اكبر منك ولا اصغر منك ويحبك وانت ما نجمتش تبادلوا نفس الشعور والعلاقة ما لم تكلل بالنجاح. هل يعني الحب فرحا كما يقول سبينوزا، ولا اوجاع كثيرة كما يقول أفلاطون؟ من الآخر البرمجة الصيفية نحاولوا نفهموا برشا توانسة، هل الحب يعني لهم فرحة ولا يعني لهم أوجاع كثيرة؟ احنا مواصلين معاكم حتى للعشرة متاع الليل، نستناو تليفوناتكم والتجارب متاعكم، كلمونا على النمرو 58، ذكروني بالنمرو بلكن تحطوه لي قدامي في الليا فيم تي في، تنجموا تكلمونا من توا حتى للعشرة متاع الليل تحكون لنا تجاربكم في الحب رغم فارق السن. 56 56 833 423، 56 833 423. حب وجنة شيرين، وراجعين معاكم بعد شوي. 8:17 رجعنا معاكم في كلام القلب، مواصلين حتى للعشرة متاع الليل. موضوعنا هو علاقات الحب رغم فارق السن، علاقات الحب رغم فارق السن، كيفاش عشتوا التجارب هذه؟ هل أدت إلى توافق وخليت أنه كل مايونيز بين يعني واحد أصغر من الآخر، واحد يعطي النشاط الآخر يعطي واحد يعطي النشاط وحب الحياة الآخر يعطي الحكمة والرسانة، ولا ما عطاتش نتيجة كي مشيتوا في التجربة هذا، ولا ما عطاتش النتيجة اللي حبيتوا عليها؟ باش ما نقولش نجاح ولا فشل، نقولوا يعني النتيجة اللي حب عليها الشخص اللي حب إنسان. كلمونا على 56 833 423، 56 833 423، برشة تليفونات الحقيقة فيما يخص الموضوع هذايا، إن شاء الله نحاولوا ناخذوا أقصى تقدير من التليفونات متوا حتى للعشرة متاع الليل. أول تليفون معانا لليوم سامي، أهلا وسهلا سامي. خويا طارق مرحبا. مرحبا يا خويا سامي، شنو احوالك؟ والله الحمد لله خويا.
الحمد لله. مين تكلم فينا سامي؟ من سكر أخوي. من سكر هك قريب للإذاعة. تحية للناس الكل اللي يسكنوا في سكر يسمعوا فينا في سكر, وتحية لكل المستمعين. قديش العمر سامي لو تسمح؟ كان تحب تقول لنا كان ما تحبش. 52 سنة. موضوعنا يا سامي هو علاقات الحب أو مشاعر الحب بين زوز بينتهم فارق سن, يعني معين نقول عليه فارق سن مهم. من أين بدأت القصة متاعك يا سامي؟ والله كود فودر كما يقولوا. آه كود فودر ديجا موضوع وحده هذا. أي وكيك هي خرجت من علاقة خايبة وأنا خرج من علاقة خايبة, معناها مشروع فيه زوز. دونك سامي والمرأة اللي باش تحكي لنا عليها خرجتوا من زوز قصص فشلت. زواج يعني انتهى بالطلاق. ايوه به انت خرجت من الزواج, خرجت بصغار ولا قديش وليد؟ قديش وليد؟ وليد ربي يخليه لك يعيشك. والسيده خرجت بوليد. بنيه. هي بنيه وانت وليد. وقابلتها وين قابلتها اول مره وصار كود فودر؟ قوليش في المحكمة نهار طلاق. لا ما تقبلنيش في المحكمة. مال هكيك في الخدمة خسيري. في الخدمة انت ايش تعمل سامي كان تحب تقول لنا؟ انا عامل بسيط منشا عمومي. باه ان شاء الله ربي يعينك سامي. عايشك. باه صار كود فودر ثم هيك بديت هكا بشوي بشوي تحس فما حاجة كيسر. شكون اكبر فيكم سامي؟ احنا موضوعنا فارق سن. انت قديش وقت اللي ريتها قديش؟ 18 سنين بيناتنا. 18 سنين. انت كي ريتها قديش عمرك سامي؟ انا كي ريت عمري بريسك 49 سنه. وهي ما شاء الله هي 31 سنه. 31 سنه. دونك بيناتكم كما قلت لي انت نحكيوا على 18 عام هكاك. باهي الخطوة الأولى. نحب نعرف الخطوة الأولى, يعني كيبدا فما فارق سن ترزن ساعات الخطوة الأولى. بديت مني أنا منك أنت ملك وريخي شيحة مش سهلة. بديت من الكبير. اي بالكبير. بيه من الكبير كارو. هو سمحني سامي بش قص عليك ثم كمل لي أنت القص. زواجك الأول كان في فارق سن ولا لا؟ وزواجها هي ما بي أنا ما نتصورش همانة ما بيناتنا عام ونص. عام ونص وهي زادة ما كانتش نفس التجربة. بيه عرفتها وبديت انت تلمح حش صار بعد هيك؟ مشيت الأمور وبعد تعرف وقتها هي بديت المشكلة. صارت مشكلة هي صار؟ مش صارت مشكلة بدي الكلامك هاو معناها هاو كل مرة تسمع كلمة هي حاشتها بيا ونحبوا بحظنا وناويين على الخير وكل شيء. اما شنو هي المشكله؟ كل مره تسمع كلمه المجتمع خايف. انت يعني المجتمع اللي انت موجود فيه الاطار اللي انت فيه ما قبلش مش حتى اللي انا فيه. ليه هي قابله؟ هي قالت لك انا ما يهمنيش حد. اي ولكن الاطار اللي انتم فيه ما قبلش انه 18 سنه فارق سن. مش مقبلش مش كيف قبل ولا مقبلش هو ما نشكش لسنوه. المشكلة كل عرفت هك الساعات كلمة هكا تجي مش في بلاصتها. اي انا نقصد مقبلش مش قرر بلاصتكم, يعني مقبلش فالردة الفعل متاعه وكلامه وآراءه تقلقكم تتعكر الأجواء. تقلق ايوه هريتها اسمع قد بوك درشنو ما عرفتك الكلمة ذيك. كنت تسمع كلمة قد بوك اكثر من مرة. شو جي تقولك بعد ما تسمع كلام كمان هكاكة هي؟ تتأثر ولا تسمع توجعها هي من بعد تقول لي ليه انا نعرف فهمت. هو سامي هي 31 سنة وانت 49 بينتكم 18 سنة. شنو اللي خلاها يعني تتشد لك انت وبينتكم يعني 18 سنة؟ والله هي نخلق هي ما وانت تنجم تسمي السؤال هذا. هاني جايك انا لي انا تقول لي انت شنو اللي شدك فيه؟ تعرف علاش بديت بها؟ لانه انا باش اقول لك علاش بديت بالسؤال هذاك يا سامي. من وجهه نظر متاعي طبعا وهي يعني تمثلني كان انا راى انه الصغير في العمر باش يتعلق بالاكبر اصعب من انه الراجل كبير باش يعجبه يعني امراه اصغر منه سنا. ما هيت نبداو كيما انت حبيت. شنو اللي شدك؟ ما سمع عندها حتى تفسير. ممكن تنجم كانت تكون اكبر منها ما هكيك الظروف حكمت.
وتعلقنا ببعضنا باش نكتب عليك. كان انا كان جيت باش تعلق بيك، تصور انت كان عبد نافرك ولا خالك مش قابلة ولا حاجة باش نقعد انا طول السنين فهمت، ولا باش نبني معاها، ولا وما زلت كي خارج من حكاية فهمت، ما زلت نعاني في اثارها. انت سامي شنو اللي لقيته فيها وما لقيتوش في اللي قراب لك في العمر مثلا؟ هاي هاو سؤال واضح. والله نقول لك حاجه باهي، مانيش باش نقول لك تربيه ورجله هذوك تنجم تلقاهم حتى في اللي قدك. اي كابابليه هكيك حكمت، مش باش نقول لك راني قلت لك انا كنت فود رجعت هي في اثنين وتحلقنا ببعضنا كهو. وثم بعد هالتعلق وذولي حب متبادل كيما انت قلت، فما عرس في الاخر كاو استناه اوكي بريق الامور، فما عرس انا قلت لك هي شنو هي المشكله تو انا وانت انا وهي قابلين فهمت كيفاش العائلات شيء صفا ليه صفا زوز ما عندهمش مشاكل؟ لا لا ما عندناش المشكله، مش في العائلات ولا في الواحد تو في الناس عبر. في عرفتك الانتوراج نتاعها مثلا في محيطها هي الضيق هكا، ساعات صاحبتها تضر منها كلمه، ساعات انت شلزك وانت صغيره وتنجم تلقى مخير ومستقبل قدامك وفهمت، وزيد الظروف الماديه ماهيش لك كل معناها شلزك لهذا وهذا، وانت من بعد انت عمرك كذا وهو اللي عمره كذا فهمتها. فهمت اخويا طارق، فهمتك المقارنه ذيك. وانت شنو تسمع في نفس القبيل هذا ولا ما تسمعش؟ ما يجيكش انا كلام. ما تجرأ حد، انا ما تجرأ حتى حد، ممكن مره في هكا قلب حديث هكا صاحبي قريب لي شويه واحد وكل قال لي محمد صغيره سامي صغيره شويه ولا شنو. يقول سامي أثمن ما يمكن أن تهبه لأحدهم أن تفهمه. أن تفهمه هذا موجود في العلاقة متاعكم؟ والله متهمين فوق ما تتصور، والله والله كما جيناش متهمين هاني قلت لك معناها ما تتصورش. وممكن هي ساعات تقول لي انا نحسك بابا واخويا ونحسك الدنيا كلها، وانا كيف كيف ساعات تقول انا بالحق ما عندي حد، حد انا ما بالرسمي ما عندي حد، عندي اختي توفيت، امي توفيت، بابا متوفي، عندي اختي بركة يحمل عليها كبير ياسر الله يرحمهم. الله يرحمهم سامي، عائلتك اللي الاشخاص اللي في عائلتك اللي توفي، ولكن هذا ماهوش الحب اللي خالطه الشعور يعني بالنقص لفقدان حبيب في الحياة، قد فما نوع الحب اللي خالطه شعور بنقص فقدان حبيب فتمشي تكمل بعضها. فاهمك خوي طارق، والله فاهمك مانيش فاهمك، ما هي كلها تكمل بعضها. فهمتك، هي كلها تكمل، عندك الحق عندك. فاهمك يعني تقصد، فاهمك بالضبط تقصد خوي، ونتبع فيك راني يعني ونعرف كارك ونعرف كل شيء، نتبع فيك بالكدا فوق ما تصور. شكرا يا سيم، لأن نتبع فيك ونعرفك ونعرفك تحط صبعك على الباب بالضبط. تعرف قصص تعرف قصص الحب نتاعي؟ ليه نعرفك ها من انت يا اخي كي نقول لك انت معناها تتكلم مع برشا عباد هكا ولا اي مع برشا ناس؟ اي انت الوحيد اللي تتكلم مع برشا هكا ولا، وانا نسمعك انت ونسمع الاخرين هكا ولا، وانت نسمعك ديما اي حكم اللي نسمعك ديما انا مش نعرفك هكا ولا حكم اللي انت حتى من هكا من سؤالاتك ومن اجاباتك وسؤالاتك للعبيد في نورمال مش نعرفك، ونعرفك اش تقصد بالضبط كي سالتني هكا. دونك انت سامي تقولي اي فما يعني خلط مع الشعور بالنقص لفقدان الحبيب، ولكن هذاك بديت به ثم ولا بالحق حب حقيقي يعني كبير. هي شنو نقول لك، هي ما بعد هي نحن اوفيلت كونت حبينا بعضنا وتفهمنا واحد الكل، ما باش تولي عائله ولا ليه؟ اي هي العائله ما هذاك هو الشعور المتبادل. عائله انا تو مثلا بنتها عباره ولدي، عباره جبتها من صلبي هكا ولا، وهي كيف تحس على ودي كيما فهمت شنو ولد حاجه منك يعني. ايوه بيه توا عندها 3 سنين الحكايه من اللي بدات سامي. 3 سنين والنهايه شنو؟ قلت لي فما عرس فما شنو فما ان شاء الله باش تعرسوا؟ ايه مش نعرف محدد التاريخ ولا معملين وبر لا ان شاء الله ما زلنا هكا شويه
نخطع الحروف وشوية هكا تريجيلة صغيرة وإن شاء الله نعرس. يعني أنت سامي في قصتك تكرس المبدأ والتفسير اللي يقول فارق السن ينجم يؤدي إلى توافق، يكون طرف يعني فما فيه الطاقة، حب الاكتشاف، حب الرغبة في الحياة، والآخر زادة مازال عنده زادة الرغبة في الحياة ولكن عنده شوية حكمة وبعض من الرسانة بالعمر اللي تعدى بيه شوية. ولو أنت مازلت صغير رو سامي. والله شو أقول لك، شو أقول لك، هو هي نجم تكون رسانة باهي وحاجة بتبادل، ويلزم يلزم يتفاهموا الساعة، يبداو متفاهمين على مبدأ، وكهو يبداو متفاهمين على مبدأ، ينجموا يكونوا أخضر، ينجموا يكونوا كما تقول ما بيناتهم 5 سنين و6 سنين وما تفهموش، ينجموا يكونوا فرد عمره وما تفهموش، ينجموا يكونوا بعض على بعض وما تفهموش، نجم تكون لمزارس معناها المرأة مثلا. مثلا انت سامي زواجك الأول وفي بسبب عدم تفاهم؟ والله ما تفهمناش ودخل فيها العيلة العائلة تونكور أكيك باي؟ ولدك قديش عمره تاو سامي؟ والله ولدي عمره 8 سنين. وبنتها؟ 3 سنين. ولدك في باله اللي انت قاعدين تخضر؟ لا ما في باله، وش ما في باله مازال. مش تقول له انت؟ لا مازلت مازلت مع هو يعيش معك ولا مع امه؟ مع امه. مع امه ان شاء الله ربي يخليه لك سامي. في الاخير لو ما عرفش هي تسمع فينا السيده اللي حكيت لنا عليها، ما تصورش باهي، وجه لها مثال شك في 20 ثانيه جمله ولا رساله. والله ربي يخليك لي وكا. ربي يخليك لي وكا. فمش هكا خطاب لها ابار دعوه، دعوات باهين طبعا، ربي يخليكم لبعضكم. وجه لها يعني كلام مباشره، ما قلت تعرفني انا نحب هذوم. قل لها كلام شعور تحسه تجاهها، خاطبها فرضا هي قدامك تو. حبك ياسر خويا. حبك ياسر، ممتازة، شكرا سامي. حبك ياسر وربي يخليك ليا وان شاء الله ما ترمي لك كل خير. شكرا سامي على الاتصال، شكرا اللي شاركتنا حكايتك. فارق السن، الحب رغم فارق السن، هي اول قصص حكيناها مع سامي، قصة حب يعني فيها برشا تفاهم وبرشا حب، تكلل إن شاء الله في أيام الجاية بالزواج. احنا مواصلين معكم حتى للعشرة متاع الليل، موضوعنا هو الحب رغم فارق السن. كلمونا على 56 833 423 برشا تليفونات وبرشا تجارب وقصص مازلتوا باش تسمعوها معنا حتى للعشرة متاع الليل. في كلام القلب، وين القلب يتكلم والعقل يرتاح شوية. جاي بزوان دو توا ورجعنا معكم بعد شوية. كلام القلب، رجعنا معكم 8:34 دقيقة موصين حتى العشرة متاع الليل، موضوعنا هو الحب، علاقات الحب رغم فارق السن. هل كل لت بالهدف اللي حبيتوا عليه، يعني نجحت بالطريقة اللي حبيتوا عليها، ولو فات بطريقة مش كما اللي حبيتوها انتوما. كلمونا على 56 833 423، 56 833 423. الحب في أرض الفلاسفة شقاء ونعيم، باش نشوفوا حسب التجربة متاعكم هل كان شقاء أم كان نعيم رغم فارق السن. ناخذ معنا التليفون الثاني لليوم. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بكم، عيدكم مبروك، سنين دائما كنت عايشك، عيدك مبارك، كل عام وانت حي بخير. شكون معنا؟ شكون معنا في التليفون؟ مجدي معك خوي. مجدي منين تكلم فينا؟ من سوسة. باهي، قداش عمرك مجدي؟ 32. 32 سنة. بيانتو نعمل 32. بيانتو تعمل 32. اش تعرف الدنيا مجدي؟ نخدم. تخدم به؟ تحبش تقولنا اش تخدم مجدي ولا؟ لا لا يا هو غير تتحفظ؟ نتحفظ. تتحفظ به؟ أنا ساعة قبل ما أكلمكم قعدت متردد برشا، فهمت في الموضوع كل شيء، قعدت متكلم ليه تكلم فيه، ومن بعد خذيت الفيديو فيه وقلت أي برا نتكلم. يعني تيلة ال 25 دقيقة الأولى هذه ملي أنا قلت الموضوع قعدت متردد تحكي ولا؟ اي بلا، انا نسمع في الكنبة ومعنيهم كأنه معنيه موضوع بتريسك معنيه يحكي علي، فانت قعدت نتكلم ليه قعدت متردد برضا يقول نتكلم. باهي مجدي، موضوعنا احنا اليوم في كلام القلب الحب رغم فارق السن، انت طلبتنا بخصوص الموضوع هذا، من اين تبدأ القصة؟
هو الموضوع الحظ سن هو انا ما الحق معناها التلفظ مش نحكي لك عليه ما معناها ما نعرفش كيف نسميها لك على ما يش عليك طب معناها بين طرفين فهمتك لانه كلمه علاقه ديما تتطلب طرفين يكونوا فاعلين فيها العلاقه القصه هذه خلينا نسميها قصه صحيح لكن سميها قصه خير معناها قصه انا نعيش فيها معناها عشتها بديت نفهم كانك عشت حاجه من طرف بعيد وحده اي هكا معناها من اي معنى انا بركه معناها نسمع قصتك يلا الكلمه ليك مجدي انا شو نقول لكم معناها انا ما كملت قرايه نخدم كل شيء وعندي بعد شايفه مع السنين معناها ملي انا في الفاك كان عندي طفل صاحبي صاحبنا وياه مش صحاب برشا معناها نحكي لك صحاب مع صاحبي مقرب ولا حاجه واحد من صحابك اصحابي يقراوا معايا كل ساعات كان نتلمو نترين ريزو بعضنا ولا اي موضوع مش صاحبي مقرب تعرفت عليه في الفاكولتي ولا قبل في الفاك ولا اي في الفاك لا في الفاك عرفته ما كان نتلمو تعطى ريزو بعضنا جروب كامل كذا كل مره معنا نمشيو دار واحد فينا بيه العلاقه هي معناها العبد بينا اللي حبيته معناها يمكن مش تظهر لك غريبه شويه العبد اللي عجبني على الاخر غريبه شويه بيه قل لي وتنشوفه يا وش سلام عليكم دمش المرأة اللي عجبني على الأخر وكان معناها قاعد تعجبني بارس 4 سنين تقريبا يعني المدة تزاد كل معناها فما مرأة قاعد تعجبك 4 سنين أي أنا تو بديت لك بطفل صاحبي اللي هي أم طفل صاحبي معناها ألو أي بي بي دونك أنت كنت تقرأ في الفاكولتي مع صاحبك انت وصحابك كل مره تريفزو في بلاصه نهار مكتب نهار في الفاكولتي نهار في البيبليوتيك نهار في القهوه نهار في دار من واحد منكم نهار لا والله كثيره احنا ديما نكونوا في دار وهو في دار السيد هذا في دار السيد هذا وانا حق يعني بدي تعجبني امه معناها مش كبيره برشا امه عادي معناها اكيد عادي ومعناها شو مش كبيره برشا قديش عمرها والله مريش كبيرة ما نعرفش عمرها بالضبط وصاحبك قديش عمره هو وقت 24 لا لا اقل مني هو اقل مني بعام عامين عام ولا عامين ايه نحكيوا على 23 24 وقت انتوما في الفاكولتي ايه هيك هيك تقريبا هيك هيك انا قلت لك هي مش كبيرة معناها ما نعرفش مش كبيرة كبيرة معناها 50 قول الدولفة عملية اقل 45 هيك هيك 45 دولفة 45 بيه ايه والله عجبتني انا كيف شفت كانت سانك هي متزوجه مجدي مجدي هي متزوجه ولا مطلقه؟ متزوجه يعني تكون مطلقه مجدي ما هو فهمني شوي لا مطلقه انا اما متزوجه هي مع رجلها يخدم ديما في باش نقول لك اشتغل لا مانيش نقول لك رجلها وين يخدم اما كيما نقولوا الرجلها ديما مش موجود ايش دخلنا في رجلها انت ببيعتك يعني من بعيد لبعيد قاعد تحب فيه اي نعرف من بعيد لبعيد مانيش يعني نحكي لك من جنب انا مش نحكي لك من جنب هي فهمت يعني انت مجدي تمشي كل يوم تريفز انت واصحابك الكل كذا في الدار ام صديقك كان تعجبك قصه راهي ما حتى اوديب ما عاشهاش لا مش ما عاشها ما قلت لك تعجبني انت معناها انا روما صار حتى معناها كيما نقولوا ملو ما فهمتش كنت تعجبني انت نمشي ونتعاملنا معناها عادي فهمتني وحدك 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 وحدي معناها هيك ما عجبتني فهمت كيفاش معناها تصرفاتها كذا فهمتني مش عارفك ممكن ويمكن اللي خلاني اني هكا معناها يمكن بديت تعجبني ولا بديت معناها مخي بدأ خامن فيها هي انه معناها ساعات كي تخزر الحاجه مش تفسر لك الحاجه فاهم كي تخزر مثلا المراه تلقى بحذاها رجلها تو الفكره هذيك تحاول تتنحى من مخك تقول ليه ولا يا اخي اما بحكم اللي رجلها معناها كيما هو مش ديما موجود معناها فهمت فهذا سمح لقلبك يجيب عليا معناها يعني ديما يجيب عليا اللي هي معرفه ولا تبرير فهمت فهمت تبريرك اللي هو ما يجيش تبرير طبعا انك انت قلت غياب يعني رجلها سمح لقلبك انه يشعر بمشاعر تجاه المراه هذي هذا هو معناها هذا وسامحني مجدي هو سؤال كنت تحب تجاوب عليه تحبش لا انت حر اي صاحبك اي وينه توا وينه وينه وقتها؟ أو وينه ولا وقتها؟ وقتها وينه؟
أنا قلت لك هو مو صاحب المقرب برشا معناها أنا وليت أجي فصلك أنا باش نفصلك ساعة حاجات كنت نعملها مثلا احنا مثلا كنا نتلميه مثلا كيما نقولوا نقراوا في دار كل واحد مرة في دار واحد فينا وليت ديما نختار دارهم هو نقول لي أنا ناخذ كيما نقولوا ناخذ ديسيزيون مع الجروب لا أنا نمشيو نقراوا في دار فلان مش أنا نشوفها فهمت كيفاش وليت أنت تقترح أنك تمشي وتريفزو في داره هو باش كي تشوف اي احنا المعتاد انه كل مره نريفزو مثلا في بلاد احد ساعات مش حتى ريفيزيون راه ساعات نسميو انا نجي نكتر بحال بعضنا نمشيو فهمت معناها ماهيش مربوطه اني كان قرايه بركه معناها نمشي حتى عادي في كان ولا نمشي ولا حب مجدي ولا اعجاب ما عايش وصل لمرحله لا ما نجمش نقيم الحب الاعجاب موجود وبيديك الحب موجودة والحب ما نجمش نزلت مانيش عارف بالضبط يعني ما عرفتش بالضبط انا شنو المرحلة اللي وصلت لها خاطر الحكاية غريبة شوية مانيش فاهم غريبة برشا هي غريبة برشا هي غريبة برشا يا مجدي ما مش برشا يعني عادي يعني الحب يا مجدي ما عندوش عمر يعني انا ما عندوش أنا مش... ما عندوش ما يسألش مش ما عندوش عمر ما خرجنا من موضوع العمر هنا يا مجدي نسألك اي شنو يا مجدي صاحبك وينو يا مجدي في الحكاية صاحبي في الحكاية يمكن ما نعرفش وصلوا ولا ما وصلوش بيه مجدي قديش عندها الحكاية هذي تو عندها انتي تو 32 وقلت لي وقت 23 يعني نحكيو على 9 سنين التالي اي هيك عندها وعندها هي قلت لك عندها مدة معنى بيه قاعدة يعني دام طيلة الفاكولتي المشي وجاي هذا يعني 3 سنين 4 سنين 5 سنين 4 سنين شي عملتوا ماستر زادة اي ولا دوبلتوا عملتوا ماستر وانت عملت جوك عملتوا ماستر عملت ليسونس ودوبلت وقعدتوا تريفزوا في دار صاحبك وكان صديق يعني قرايه برك ما كنتوش تتقابلوا غير القرايه اي لا كنا احنا جروب معناها نفسر لك وضعي احنا جروب القرايه كل ما مش اصحابي 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 فهمت انت اصحابي بالدين معناها فهمتني يشرب بعضنا فهمتني بعدين اصحابي معناها مستغرب وقرا معايا وجينا مع بعضنا وكذا فهمت اما هو كيما نقولوا اصحاب هيك فاك معناها ما البروف اللي من توا ماناش اصحاب معناها فهمت فالحالة ماناش اصحاب مش على خاطر يعني على خاطر صار تطورات معناها فما كان تبادل حاجات يعني فما نهار فما نهار حسيت تبادل صار تبادل ولا تحب تقول لي الان فما حاجات اي مانيش نجم نحكي على الطرف ما طرفها هي فهمتني خاطر انت تسالك انا يمكن نفتح بالكلام اما راهو في الاخر راهو معناها صاحبي عرف الحكايه اها اي عرف الحكايه معناها عاد تو كنت تقول لي راهو انا وصاحبي ما عادش نحكيه ومش على الحكايه ذيك لا يعني قلت لك معناها احنا ما عادش نحكي ما عرف الحكايه معناها مش حتى كعرف معناها متاكدش كيما نقولوا هو وصل اجي نسالك حاجه لا عاد مجدي هنا نولي نشك في القصه انا كي تقول لي هك لا لا مش نفسر لك مش تفهمني طبعا صحيح سامحني طبعا مش نفسر لك علاش قلت لك انا وصل له كلام انا ماهوش متاكد هو من المعلومه اللي وصلت له فهمت اما احنا ما عادش اصحاب خاطر زي معناها كلام مش على روح يعني مجرد الشك خلاه يقطع هو بطبيعته ليه احنا متقاعد انا قلت لك معناها هو جيت تشك وصل لي كلام اللي هو سمع حكايه حكايه كنا نقولوا في اصحاب اخرين تقاعد ترى فما موضوع هكا راه فما هكا وهي سامحني يا مجدي يا مجدي هي كيفاش وصلت للناس وقت اللي انت ما عبرت لحد يا اخي تحكي في حكايه كيما هكا كيفاش تم الناس على قصه كيما هكا خطيره يعني ما انا ما هو الرياكشن تاعي هم الطريقه التعامل تاعي مع هي مع امه وهي قاعدين معناها الجروب اللي حصلها فهمتني كلمات هي ما فما حتى شيء مؤكد انا ما نحكيش اكيد جد ما حكيتش معناها الموضوع انا ما حكيتوش فهمت من وقتها الى يومنا هذا ما تحكيش ما خرج بين روحي وبين وهي معناها بين نحاولوا نحاولوا نلخصوا مجدي دونك انت ما عادش تحكي مع صاحبك هذا لانه شك أيه. وبعدت انت على الانتوراج ذاك لانه هو شك وشلق ولا لانك انسرت ماما قلت فاش تعمل يا مجدي هذا هو يعني كل العوامل شوف متفاهمين انه القلب ما يسالش اما كل العوامل اللي هذه القصه هو القصه هذه باش واحد يعني نجم يقول حتى كان القلب ما يسالش ما تنجم يزمش تصير لازم من الاول يعني يمكن نتفهم بوتيتر قولوا واحد عجبه حد مره يقطع
يقطع، يحاول يقطع على الذهاب، مش يولي هو يبحث انه يمشي ريفز غادي. نادم مجدي؟ نادم نادم مش برشا، ليه مش برشا؟ ما خاطر ما على خاطر قعد هو مجرد انك اعجاب وما صار شيء. احنا هو معنى ما لقينا بريت او حاجه معنى من داخل يعني. عمرك يعني ما قلت لها حاجه؟ فما انا اللي متاكد منه اللي الاعجاب نتاعي يوصل له، متاكد 1000%. بيف بعد القصه هذه مجدي 8 و9 سنين شو عملت؟ شو عشت؟ ما طبعا خاتم مش عمي انا عارف عن الشيء. يا مجدي يا مجدي خاطبة شكوني؟ لا مش شخصك شكوني. اي مين عرفتها؟ فانا ريفيزيون. لا لا برخد لا خدمة خالد عرفك؟ خدمة لا من تعرفني سي بون في بالها بالقصة هذه ولا ما حكيتها ليش؟ مش في بطيش هو انا رايي الصراحة باهية، ولكن بعض الاحيان فما قصص ماذا بينا ندفنوها تحت التراب. في بالها لكن ما تبالهاش اللي هي امزح، في بالها اللي هي معناها كيما نقول اكبر مني في العمر. يعني حكيت قصة بطريقتك، حبيت تكون كبير عليك وما وصلتش لي. في بالها بانها متزوجة المرة اللي كنت تحبها؟ في بالهاش في بلهاش. دونك اكتفيت بالجانب المضيء للقصة. اي حكيت 30 40 بالجانب. شكرا لك مجدي. خبيت لانه جانب ينجم يفزد لك قصة الحقيقة. يمكن انا مالي حق معنا تو نحبوا بعضنا احنا. في بالي في بالي في بالي في بالي في بالي في بالي اللي انت جو نهار وباش نقول لها الحكايه راهو معناها انا صرت حكيتها تو قلت قاعد نخمم برشا وقعدت كذا ما كنت نخليه نحكي. رد بالك كيفاش تحكيها على كل لها، رد بالك كيفاش باش تحكيها، لان قصه كاسحه شويه. انا مش نفكر لك انت تو بسرعه مجدي لان نجم لازمنا نتعدوا التليفون لبعض. انا خذيتها، انا حكيت القصه هذه تو خاطر قاعد كان بيني وبين روحي معناها تعبت شويه يعني فرغت قلبك لينا. هذا هو انا قلت كيفاش نحكيها، حكايه نخرجها من قلبي نحكيها خرجتها معناها. شكرا لك مجدي، جاتني القدره باش نخرجها توا معناها نهار اخر نجم نحكيها. شكرا لك مجدي. والطوم تاعك يعني ظاهر انه انسان تجاوز القصه، يعني تغيب عليه يعني كل ربثة شوية متاع الحب والشعرية، ظهر انك جاوزت قصة وتعديت لمرحلة اخرى. شكرا مجدي لشاركتنا القصة الغريبة جدا. يمكن يذولي اغرب قصة من في الخمسة حصص توا من كلام القلب، هذه القصة الاغرب يعني حبة ام صديقه. ارجعوا لي FM TV وشوفوا تفاصيل هالقصة الغريبة. فاصل صغير ومواصلين معاكم بنومرو نفسه 56-833-423 56-833-423. موضوعنا علاقة الحب رغم فرق السن. اقعدوا معنا راجعين بعد شوي. 48 دقيقة رجعنا معكم في كلام القلب. موضوعنا لليوم قصص حب رغم فارق العمر، قصص وعلاقات حب عشتوهم وفارق السن، إما كان عامل إيجابي في قصصكم أو إما كان معرقل لسير القصة والذهاب للنتيجة اللي حبيتوا عليها. كلمونا على 56-833-423. معنا جيهان من تونس، أهلا وسهلا جيهان. أهلا، السلام عليكم. السلام عليكم، شنو أحوالك؟ أهلا الحمد لله. لو تبعد شوية على الحس جيهان لو تسمح. أوكي داكا بحذيك ذولي الشبيبة معي. لا والله زامي ما عنديش بلاكس كلمة، ما عنديش ما لمنين الحس، ما عنديش ويزا بتلعشي من عنا، بتلعشي من عنا في الراديو الحس. لا ريزو باهي جيهان. أي هكا ممتاز، مين تكلم فينا؟ من تونس؟ أوكي من تونس. تونس العاصمة؟ وين في تونس؟ تونس. قديش العمر تونس؟ 33 سنة. موضوعنا اليوم جيهان هو علاقات الحب رغم فارق السن، هل كان فارق السن عامل إيجابي ولا عرقل القصة امتاعك؟ من أين تبدأ القصة جيهان؟ والله تبدأ من تونس، خاطر احنا مجتمعنا من تونس. ايه؟ خاطر احنا في تونس ما نقبلوش المرأة يقبلوا الراجل يبدأ أكبر من المرأة، تبدا ديفيرونس، تبدا ديفيرونس كبيره 10 15 سنه تقبلها. اما الراجل معناتها تبدا سامحني كي نعكسوها تولي المراه اكبر من الراجل مرفوضه، وتولي حاله شاذة مرفوضه، مجتمعنا ما يقبلهاش كومبليتوم. معناتها ما مثلش الاوروب نقبلوا، مثلا الاوروب عادي تنجح
تنجح عادي مرأة تبدأ أكبر من الراجل. إحنا في تونس ما قبلوهاش، معناتها حتى تقول مثلا باش ناخذ مرأة أكبر مني يرفضوها، ما مرفوض، معناتها مرفوضة من الأول، معناتها مهما يكون مستواها ولا قرايتها ولا خدمتها ولا المهم يلزم هو أكبر منها. قاعدة القاعدة معناتها نرفض فيها أجيال وراء أجيال، وعقلية قاعدة نفس العقلية ما خرجناش منها. دونك أنت جيهان هزيتنا الموضوع آخر شوية اللي هو ديجا حلقة نفس الموضوع ما هربتش، هو المرأة هي موضوع أنه المرأة أكبر من الرجل ما يقبلوهاش في تونس، ما قبلوهيش مرفوضة لا صاحبته ولا خطيبته ولا حتى حتى كونتاكت ولا زوجته. انت في القصة متاعك جيهان انت قديش العمر والسيد المحبوب قديش عمر؟ انا عمري 33 هو 29 سنة. توا معناها القصة نمتع ما عنديش باشا قديش عنده ما كيكا. منين بدأت الحكاية؟ من اين بدأت القصة؟ والله بديت عصري ما كيما تعمل الناس الكل، تبدأ الناس العلاقات من لو تبدأ صديقة عادية وبعديك يتعدى الكورو وبعد تحس فما هيك ارتياح والحب هو فيش عمرة. قصتك من أجمل القصص اللي أنا نحبها واللي أنا نرتاح لها، حب منبثق من الصديق. تبدأ من لو أخوة، فهمت؟ أخوة جملة واحدة، فالأخوات معناتها أخوات يعني ثم صديقة ثم تونس تونس عديك كورون يتعدى، خاطر سبحان محرك القلوب، خاطر ما فيهوش الحب ما فيهوش عمر. ساعات يقول لك مثلا 50 سنة ما عادش يحب ولا 60 سنة، بالعكس يحب طونك ثم القلب ينبض طونك ثم حب، فهمت؟ طونك ثم القلب ينبض طونك ثم حب طونك ثم حب. دونك تعرفت على الشخص هذا، مريته بالمراحل العادية لقصة الحب، نشاط يومي، صديقة، فشغف، فتعلق، فحب. فوالا من الطرفين حرك القلوب، اي من الطرفين من الطرفين حرك القلوب. هو هو 29 وانت 33 اي 4 سنين. بعديك ما فهميش المجتمع ما يقبلش، راه ما يقبلش، راه انتوما المجتمع ما يقبلش. تقول لي المجتمع انتم يعني ظاهرين انه انت اكبر منه؟ اي ما ظاهرة، خاطر احنا مجتمعنا ما يقبلش مثلا الزواج، تبدا المراه تعرس بواحد اصغر منها، ما يرفوضه مرفوضه مرفوضه رفض تام، ما نعرفش على العقلية ما حبش تتبدل، علاش ما نعرفش، تبدا محليها وتبدا متربيه وتبدا بنت عائله وتبدا مخمسه وخميسه عليها ما خاصها حتى شيء، يجي يخرجوا فيها العيب هيك يقولوا لها مثلا انت اكبر منه ما تنجمش، تقول هي مسكينه تحس كاينها عندها ذنب، وهي ما عندها حتى ذنب، معناتها شنو هو ذنبها هي كي حبته ولا شنو ذنبه هو كي حبها، خاطر حاجه من عند ربي سبحانه محرك القلوب، نجم تتحكم في كل شيء، ساعات يقول لك عبد مثلا، يقول لك مثلا انا ما خليش روحي نحب فلان، مش كيفك، مش على كيفك، مش انت بارادتك، ساعات يقول لك لا انا مستحيل كان باش نوصل نحبك ولا مستحيل، ساعات هيك نقول فيحصل ما لم يكن في الحسبان، تكون انت ماكش عامل حساب الحاجه هيك وتوصل تحبها، معناتها ما فيش كما نقول فيها مثلا الحب سلطان لا في انس ولا جن، مثلا نقول لك مثلا ما تنجمش تحب مرأة معارسه، ما تنجمش تحب راجل معارس، ما تنجمش ما تحكمش في روحك، القلب وما يريد ماهوش وحده، هو نقولوا احنا شتي لو كوموند وتعملوا ديريكسيون حب هذيك وما تحبش هذيك، ماكش انت خالق هذيك ربي سبحانه، كي مثلا الارواح تتلاقى ما تثقش بروحك، ما تنجمش انت تقول صاي الحب مربوط بالزواج ولا مربوط بالعقد، يا اخي سامحني برشا معرفتين وما يحبوش بعضهم، تلقاه يقعد في دليل صاحبته القديمه ويقعد في دليل ما نعرفش يقعد عمره كامل ويحبها، فهمت؟ تلقاه هي قابله الوضع تقول لك ما يهمنيش مانيش باش نحاسبه ما يهمنيش ما هو راجلي جو موفو، فهمت؟ اما مجتمعنا راه رافض العقليه هذه رافضها، ما نعرفش عليه ما يحبوش يبدلوها، ما يحبوهاش تتغير ويحاسبوك حتى كي تخرج مثلا وكل ماكش اليز، تحس روحك كانك هكا عندك كومبلكس، ما كنا مال عليه، تحس روحك ما نعرفش غزولك خضره سافابا، تحس كانك عامله ذنب، معناتها شنو هو ذنبي انا ولا شنو هو ذنبه هو ولا شنو هو ذنب هذيك ولا شنو هو ذنب هيك، فهمت؟ في الاوروب يقبلوها، في تونس لا ما يقبلوش. قلبك معبي جيهان ليه؟ والله عشتها وتعديتها، خاطر اي واحد يدخل في ديبرسيون سيغورا وخاطر كشوف هيك علاش، معناتها خاطر اصغر مني ولا هو انا اكبر مني، ماهيش حد مش مشكلتي ولا مشكلته، هذيك مشكله عقلتنا احنا، ماهيش باش نبدلوها وماهيش باش تتبدل صيغه، صدقني علاش واحد يقعد في المشاكل وعلاش يبقى يعادي في والديه ولا يقعد يعادي في العباد ويقعد حياته معناتها يمخسوها له، كل ما تتلفت يقول لك ما هو اصغر منك، كيما انت اكبر منه، كيما هو اصغر منه، كانوا حاجه تعار معناتها يعايروك بيه. انتم نرجعوا جيهان للقصه نتاعك، في العام هذا
العراقيل اللي تعديتوا بها انتم اخوتي تحبوا بعضكم زوج 29 هو وانت 33، الفرق مش كبير كما اللي نحكيوا عليه، ولكن المشكله هنا اكثر انه المراه اكبر من الراجل. عائلتك وعائلته كانوا من الناس هذم المعرقلين اللي سير القصه على الاخر رافضينها طول وعرض. هو جيري وانا تونسي، هو عائلتهم ما يقبلوش، انا عائلتي ما يقبلش، وليت جبت روحي انا بدي عندي قيمه وقدر وعزيزه، ما نفرض روحي على حتى حد. لا هو حتى هو زاد ينجم يقول نفس الكلام، مش بتروحي لانه عائلتها رفضوا. اي فوالا، ما كملتش انا بدي تعبت. ولكن تو جيهان عملت لي اطروحه في الحب والذوبان، في حب الحبيب والحلم مع الحبيب. الواقع ثم وكانك جبت روحك بسرعه. لا يلزمك تعيش مع الواقع، مهما احنا مانيش عايشين وحدنا في غايده، عايشين مع العباد. مثلا تسمع صبح كلمه ولا عشيه كلمه وديك يقول لك كلمه وديك، ما هيش عيشه. ولكن العباد في الحب، انا نتصور وهذا يمثلني انا، نتصور نسمعوهم وقت اللي يرجعونا على حاجه عيب، مش على حاجه يعني احلها ربي وحرموها هما ونسمعوها. هذاك هو ما يرحموكش مجتمع، ما يرحمش يعني المجتمع انهى علاقتك براجل تحب. انا عندي بنت خالتي اختك جبت العبيد، عرفت ولد خالتي اكبر منها، قعدت الى يوم يبعثون، ماك ميخزى اصغر منك اقل حكايه في عرس حاشاك في ميتا في اي في اي بلاصه يجبدوا. انا ما نحبش نعيش هكاك، ما نحبش نكون اكزامبل خايب، ما نحبش نكون هيك. مهما كان حبك للشخص هذا، مهما كان قيمته، انا عرفتي وقادري قدام العبيد، خاطر مانيش عايشه وحدي، عايشه في وسط العبيد. ويكذب عليك يقول لك ما تهموش نظره العبيد، كان انت ما تهموش نظره العبيد، تمشي تعيش في جبل لوحدك، عيش وحدك في جبل وابعد على العبيد. مادام عايش في العبيد انك تحترم الناس. جيهان اذا رايهم يعني يحكي على الاحترام ويحكي على حاجات يعني يفرضها، يعني نقولوا يا اخويا الذوق العام، ولكن انه يرفضوا امراه اكبر من راجل وهو تزيري وهي تونسيه، يعني رايهم كي نتبعوه لعنده حتى علاقه بالاحترام. تتعب شو باش تاخذ روحك في السيناريو هذا، هرسله قلب وتحب شقا زايد، معناتها اكوا سيغ، معناتها واحد انت قاعد عابل بونكيف يمشي يدخل روحه في النار ويدخل روحه في الحنان ويقول الله غالب راح بتاعني حناش غزي لحنا. نحاولوا نختموا جيهان، كي قررتوا باش تنهي وكل واحد فيكم هكا قال للاخر هكا سايب علينا متعب ومن الهرجه. طقت اميتي وكهو تتقابلوا قعدتوا؟ اي فوالا كونتاكت مي العرس والحج، جو سوي كونتر العرس وما ندخلش روحي في الثقافه. برد الحب؟ نو ما يبردش، مي لا بردوك؟ انا ما نحبش، ما نحبش شكون يجاني بكلمه، ما نحبش نحط روحي في سيتياسيون تاع ضعف واقل من العبيد، وما نحبش الحكايه نظره الضعف نكرهها. رغم انه هو عمره ما وجعك بكلمه. لا يا جامي ما بيناتنيش، بالعكس بديتو عمرها ما كانت، ما هيش كانت تنجمش توجع عبد تحبه لو يوجعك، مستحيل، خاطر كانك تضرب في روحك بالكفه. يعني علاقه حب بين زيري وتونسيه زوز اطراف موافقين، ولكن المجتمع انهى علاقتك بتزيري تحبه لانك انت اكبر منه. لا لا ما نعرفش، مستحيل نحط روحي في مع واحد علي مقامه. باهي في 20 ثانيه باش نختموا قبل الاخبار. جيهان شنو تقول له كان يسمع فينا التزيري هذا الشخص اللي ما نعرفش تحبه ولا كنت تحبه؟ ما نعرفش والله، اللي يحب راهو مش كلمه تبقى راهي تتعاش، وهي افعال سي فاسيل. تو سمحتي في الكلمه شالكوها كلمه نحبك، اقل حكايه يقول لك نحب ميل في الفعل. انا لكن واحد ماذا بي يرزن شو تقول له جيهان بسرعه 10 ثواني شو تقول؟ نحب لين خيالي. عاود نحب ولا حاليا ترى قولها له بتزيري هو ما بتزيري. انا بي بالليبيا بتزيري نشر طلع شوي كيف. شكرا لك جيهان على الاتصال، وان شاء الله ربي يحلها في وجهك في الايامات الجايه وفي تجاربك الجايه، ولو قصه حب جميله انهاها يعني الذوق العام وانهاها المجتمع. هي قالت ما نجمش نعيش قصه حب والناس الكل رافضينها، رغم انه زوز يعني في علاقه يعني حلال زلال، هي اكبر منه فقط باربع سنين ويعني ما فما حتى مشكل. شكرا لكم الناس الكل قاعدين تكلموا فينا، احنا مواصلين معاكم حتى للعشره متاع الليل. موضوعنا الحب، علاقه الحب رغم فارق السن. كلمونا على 56 833 423. الأخبار ثم راجعين معاكم في ساعتنا الثانية.